يبقى انا اول حاجه عندي الاي دي او الاوتو نمبر اوتو النود هيساوي هنلعب فانكشن اللي فوق دي اللي هي نيكست امبلي نمبر هو نيكست خلاص فالفانكشن دي هتجيب لي وتحط جوه الايه الاوتو نمبر الاي دي الاي دي لا طبعا الاي دي بيدخله المستخدم فممكن اقول له هو كان موجود عندنا قبل كده كنا عملنا في الايديت انا الاي دي اقول له انبوت هات الاي دي النيم هات انبوت هات النيم الجوب هات الجوب يعني دي كنا عملنا في اكزامبل فات عشان احافظ على وقتكم ما نضيعش وقتنا هي دي الاي دي هاتها من الانبوت النيم الجوب الفون السالري الايميل فمش هنضيع وقتنا بيها هي دي كده اهو يبقى الاي دي بس مش اقول له اور الاي دي لا مفيش اور عندي كنا في الايديت كنا بنعمل اور عشان لو ما دخلش ناخد القديم هنا لا مفيش حاجه اسمها ما دخلش ناخد القديم دي مش موجوده خالص عندنا هي بقول له بليز انتر الاي دي وخلاص ما عنديش عايز انتر النيم وخلاص مفيش عندي قديم اصلا الجوب ده كله اصلا اضافه جديده الفون في حاجه احنا نعملها غلط السالري الايميل خلاص بليز انتر الاي دي بليز انتر النيم بليز انتر الجوب بليز انتر الفون بليز انتر السالري بليز انتر الميل وبقى عندي كمان الاوتو نمبر بقى كده معايا البيانات كامله الجديده فعايز اكريت تاج جديد واقوم رصص له كل الايه كل الشغل بتاعه دوت انا كريت تاج جديد وارص جواه كل الايه الشغل ده اعمل ده ازاي هعمل بقى ايه حاجه اسمها نيو ام هنا بقى الاضافه مع البيانات على اضيفها جوه الاكس ام ال وبعد كده سيبها على الفايل قلت له نيو ام ده هقول له يا اكس ام ال احنا اكس ام ال الاساسي بتاعنا هقول له انا عايز اضيف حاجه اسمها سب اليمنت خد بالكم برضو لان في ناس بتيجي تقول لك الاكس ام ال ده انا ممكن اعمل فيه شغل اكتر من كده تعقيدا زي مثلا ايه السالري او الفون مثلا انا ممكن احط فونز يعني مثلا لو في سيرتيفيكتس مثلا انا هعملها اهو بس مش هعملها في هناك فبيعمل مثلا حاجه اسمها سيرتيفيكتس الشهادات بس بيجي جوه الشهادات ومعامل ايه؟ ومعامل سيرتيفيكت الأولى ويديها مثلا ايه رقم يدي رقم واحد وبعد كده يديها مثلا تايتل وليكن يعني وديسكريبشن بس وليكن كده يعني اي كلام يعني والديسكريبشن اني تكست وجوه دي اقدر احط كمان سيرتيفيكت كمان واحده دي بالظبط لو فكرت فيها كده الحته دي كلها على بعضها تنفع ودي نستد وهي بالظبط زي الامبلويز وجوه الامبلويز سيرتيفيكتس جوا سيرتيفيكت لو عايز ارقام تليفونات هعمل فونز جوا فون 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 ونفس اللي احنا عملناه بالتفصيل الممل هو نفس الفكره بالظبط بس الاول امسك التاج الرئيسي وابدا اشتغل عليه احنا بنسمي ده ايه؟ ده الاصل وبنسمي ده سب اليمنت وده سب اليمنت من ده وده سب اليمنت من ده طب وده سب اليمنت من ده يبقى ده سب اليمنت لده اللي هو اصلا سب اليمنت لده اللي هو اصلا سب اليمنت لده فكره السب اليمنت دايما هي ايه نستد 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 ده اصل الفكره وبالتالي يوم جاي انا اعمل ايه بقى اقول له ايه اكس ام ال دوت انا عايز اضيف سب اليمنت هيقول لي طب الاليمنت الرئيسي ايه عشان اقدر اعرف انت هتضيف عليه ايه هتدخل تاجات جواه ايه فاقول له البيرنت اليمنت بتاعي اللي هو الامبليز صح قلت له الامبليز اللي هي الاصل اللي فوق كوما
طيب التاج بقى اللي انت هتشتغل عليه اسمه ايه التاج؟ التاج قلت له التاج اللي انا عايز اضيفه تاج اسمه ابلي. التاج اللي انا عايز اضيفه تاج اسمه ايه؟ ابلي. فاقول له التاج اللي انا هضيفه اسمه ام لي. ممكن اضيف اي تاج غيره. تمام؟ كوما والاتريبيوتس بقى. اهي الاتريبيوتس بتاعتي. ممكن ابعتها له ديكشنري. الديكشنري طبعا يبقى حاجات يعني الاتريبيوتس كلها ورا بعضها بقيمتها كي فاليو كي فاليو كي فاليو كي فاليو. ده ديكشنري. انا ما عنديش غير واحد بس اللي هو انا عايز اضيفه اللي هو الاوتو. انه هو ده الوحيد اللي انا عايز اضيفه ده بيساوي انا على الاوتو انه هو الاندرسكور. طبعا ده هيجي لي كرقم انا ممكن احوله كذا كنص بكلمه اس تي ار. فخلاص انا قلت له انا عايز اعمل نيك ايه ده هعمل حاجه اسمها نيو امبلي. اني امبلي رحت على اكس ام ال قلت له انا عايز اعمل سب اليمنت. قال لي جوه مين؟ قلت له جوه الامبلويز الرئيسيه. تمام؟ وقال لي هيبقى اسمه ايه؟ قلت له يبقى اسمه امبلي تاج. حلو؟ وقال لي اتريبيوتس قلت له اه الاوتو انه ودي هيبقى خبرتها جايه من الفاريبل اللي اسمه اوتو اندرسكور. ده كده بالنسبه لي هطلع اتريبيوتس. ونفس الاسلوب بالظبط زي ما قلنا جونا الامبلويز وقلنا له الصب اسمه امبلي. خلاص بقى معايا الصب اللي اسمه الامبلي دلوقتي عشان اضيف الاي دي والنيم برضه ده صب تاني. فلازم اقول له ايه بقى اكس ام ال انا عايز اضيف صب اليمنت تاني. نفس الفكره دي بالظبط اعملها ازاي؟ انا عندي ليبلز وعندي ليبلز هو جاي قايل له كده اخدت منها كابي وقمت عامل بيست XML sub element على الامبلويز قلت له لا على النيو امب. النيو امب الوقت ده تاج جوه الامبلويز اسمه امبلي. قال لي هيبقى اسم ايه التاج؟ التاج بتاعك اسمه ايه؟ قلت له يبقى اسمه اي دي عشان يعمل لي تاج جديد اسمه ايه؟ اسمه اي دي. هزود له حاجه اسمها ليبل اي دي بس معايا اسمه اي دي. طب هتضيف له ايه هنا؟ قلت له هضيف له الليبل والليبل بتاعه وثابت اسمه اي دي كابيتال كده. ده كده اول تاج اتحشر جوه الامبلي اللي محشور جوه الامبليز. نفس الاسلوب ده كده النيم والنيو امبلي برضه جوه النيم. لاحظوا ما قلتلوش جوه الاي دي لا انا عايزه جوه النيم. طب لو انا عايزه جوه الاي دي يبقى لازم اعمل هنا فاريبل اسمه نيو اي دي بيساوي وحاطط الكلام ده كله جواه. وانا جاي بضيف دوت اقول له جوه النيو اي دي ضيف لي النيم هيبقى النيم جوه الاي دي. بس طبعا مش اسكت بس انا بوديكم فكره لو انا عايز اعمل نستد. طب انا دلوقتي ادي اكس ام ال دوت اليمنت نيو امبلي النيم ودوت هقول له نيم. بعد كده جاب اسميها جوب تايتل. بعد كده الفون السالري الايميل. فون سالري ايميل كده خلاص التاجز اتحطت جوه النيو امب وكله بيتفول 18. اسايب في الفايل كالعاده اقول له الفايل بتاعي كان فايل 3 دوت رايت هيقول لي فين المسار هقول له فايل باث اللي احنا كنا حافظين. ممكن او بس اقول له برنت اقول له Add it successfully. And now it's
دي كامل الايه اخدت الاولاني بتاع الاوتو نمبر ده اضطرينا نعمل له قصه. الباقي انا اخدت الاي دي من اليوزر عادي من عادي جوب عادي خدت البيانات كلها كده. لو جربنا قلنا XML دوت سب اليمنت وضفنا جوه التاج اسم يو تاج اسمه اي دي والليبل بتاعه اسمه اي دي قيمته ايه؟ التاج هيتضاف بس هيتضاف فاضي. التاج هيتضاف بس هيتضاف ايه؟ هيتضاف فاضي ما استخدمناهوش ما ضفناهوش فلازم اضيف عليه القيمه بقى اللي اليوزر دخلها. فقوم جاي قايل له دوت تكست يساوي الاي دي اللي اليوزر دخلها. فكده هي ادي عمل الاليمنت وبعد ما عمله قلت له التكست الداخلي بتاعه هو الاي دي ده. هي دي الفكره. وبنفس الاسلوب ده بقى اضيف للنيم ونفس الاسلوب ده اضيف للجوب وكذلك الفون اكيد السالري واخر حاجه الايميل. تمام بس في حاجه كده هتبقى متكرره ورخمه ان انا اصلا عشان يبدا يشتغل انا باخد منه الاي دي وبرجع تاني اقول له دخل اي دي. دي رخمه شويه ممكن طبعا نوقفها عادي لو عملت كده الدنيا هتشتغل يعني مش اكتر من كده عشان ما اخدوش مرتين يعني كده كده هو موجود بس انا هسيبه مؤقتا لغرض يعني عندي هقول لكم عليكم كمان شويه فيما بعد ان شاء الله. لكن انت عايز تقول فوق ما فيش مشكله. تعالى بينا ايه نجرب الاضافه اللي احنا عملناها. بسم الله هندخل رقم 122 هل الامبليد دوت موجود بالاي دي ده ومش قادر ادخل ماشي بعد 123 طيب قال لي دخل الاي دي اللي انت عايز تحطه الجديد قلت له ماشي ما هو 123 دي اللي غلط انا بكلمكم عليها. النيم تعال ناخد اللي عليه الدور احنا هناخد التالت طاهر ماشي طاهر جوب استخدام الماستر فون مثلا السالري الايميل قال لي اضافه قلت له لا اشوف بقى اشوف بعينيا رحت على انجليز اكس ام ال لقيت ادي انجليز ضاف رقم 3 اوتوماتيك صح اللي كان اخر واحد عليه كان رقم 2 وقال لي الاي دي بتاعه اهو 23 والاسم طاهر والسلام ناسر والى اخره. اه انا سطر واحد على اكثر من سطر ما تفرقش مش معانا على اكثر من سطر ولا سطر واحد دي مش قضيه يعني بالنسبه لنا. لكن الفكره ان هي البيانات بتاعتنا اتسجلت. وبكده نكون احنا عملنا الاضافه بتاعتنا وبقوا الضفه. لو حبينا نرجع كده مثلا للاكزامبل بتاع ال 18 ده كان بيعرض كل البيانات بتاعت الموظفين. عملنا رن هيقول لي في اثنين وجاب لي بيانات محمد ابراهيم ومعاها بيانات ايه؟ بيانات طاهر. كده نكون برمجنا اضافه في XML فايل بتاعته.